امتلاء، شفافية، صمت مدجن، لحظة من البهاء. هكذا وصفت صحيفة لوموند الفرنسية عازف الكمان الموسيقي الملهم نداء أبو مراد. ولد نداء في تونس صيف 1959 من والدين لبنانيين هما مفيد وإسبرانس أبو مراد، كانا يعيشان في تونس نظراً لعمل الوالد هناك. ومنذ صغره ونداء عاشق للموسيقى. في العام 1969 وفي عمر 10 سنوات بدأ دراسة الكمان الأوروبي الكلاسيكي على يد معلمته جيزال سابا، لاسيما في المعهد الموسيقي الوطني اللبناني حيث استمر فيه حتى العام 1978. تابع بعدها دراسة العزف في معاهد فرنسية متعددة، وفي جامعة باريس الرابعة السوربون حاز نداء الإجازة الجامعية في العلوم الموسيقية عام 1987. بدايتي مع الموسيقى، أولاً أنا بدايتي مع الموسيقى هي مع الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية من طفولتي. أمي سمعتني هالموسيقى يمكن من قبل ما أخلق، وكل طفولتي اسمع موسيقى كلاسيكية أوروبية وخصوصي آلة الفيولون، وحبيت هالآلة ودرستها مع المرحومة جيزال سابا من عمري 9 سنين الفيولون الغربي الكلاسيكي، ودرست بعدين تأليف الموسيقى الغربي وقيادة الأوركسترا الغربية وبيانو وغناء وإلى ألف شغلة درستون، وتخصصت كمان بفترة بالموسيقى باروك والموسيقى العصر الوسيط الأوروبية. ووقتها حسيت أنه في ضرورة لحتى أرجع أربط حالي بجذوري، لأنه كنت عم بدرس الموسيقى العصر الوسيط الأوروبية بفرنسا وبسويسرا بسكولا كانتورون بازيليانسيس بسويسرا مثلا، وشوف أنه موسيقيين غربيين عم بيهتموا بالموسيقى العصر الوسيط عم بيشتغلوا عليها، وبذات الوقت عم بيشوفوا أنه في ضرورة لحتى يأخذوا من الموسيقية الأخرى مجاورة يعني القصة العربية، ياخذوا من هالتقاليد القديمة ما يجعلهم أنه نعمل هيك مروها مثل ميزة خليها تعيش الموسيقى الأوروبية البسيطة. هن عم شفتهم عم يهتموا بتقاليدنا، وأنا حسيت أني مفصوم أو عندي انفصام بشخصيتي بالنهاية، أنه جاي عاشق الموسيقى وجاهل كل الموسيقى الكلاسيكية العربية. ووقتها كنت بفرنسا يعني حسيت بهالشوق لأتعرف على الموسيقى العربية الكلاسيكية. ونداء الموسيقي هو طبيب حاز الدكتوراه في الطب جامعة باريس الخامسة عام 1989. أسس نداء أبو مراد معهد الموسيقى العربية، وكان رئيساً سابقاً له، وأسس معهد الموسيقى الوسيطة في باريس. أسس وتولى إدارة فرقة الموسيقى الفصحى العربية والفرقة اللبنانية للموسيقى الوسيطة بعد أن اختار الموسيقى الشرقية، وتم أصول الأداء الموسيقي على الكمان بحسب تقليد الموسيقى الفصحى العربية عن يد فوزي السايب في باريس. كنت طبيب وتركت مهنة الطب من شان هالموسيقى، كنت موسيقي كلاسيكي أوروبي تركت الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية من شان هالموسيقى، قعدت أدرسها مع أستاذ فوزي سايب بفرنسا، درستها بتعمق بالطريقة الإرشادية الصوفية لنقول مثل على طريقة أنه مرشد مريد، مش على طريقة أنه بناخذ نوتة ونروح على معهد وندرس الطريقة المعهدية الأكاديمية المعروفة، أنه درستها بطريقة التشرب في 3 مراحل بالدراسة بتكون الدراسة تقليدية. في مرحلة التشرب والحفظ، يعني في مخزون بدنا يفوت علينا بدنا يعني نستوعبه، مرحلة بدنا ننسى، بدنا ننسى المخزون بمعنى انه ما نكون سجناء الحرف تبعه لحتى يكون قوالب قوالب حية بتصير ارحام رحم الام، لحتى بالمرحلة الثالثة يصير في إمكانية عند هالموسيقى إنه يولد إنتاج جديد. تعرفت على نداء أبو مراد أواسط الثمانينات، عرفني على والده
المرحوم الأستاذ مجدي أبو مراد، وكان وقتها قد بدأ بدراسة الطب، لكنه يميل ميلا قويا للعمل بالموسيقى. الخصوصية عند شخصية مفيد هذه الشخصية اللطيفة أنه متميز في نابغا عندما كان يدرس الطب، وفي نفس الوقت يمارس بطريقة النابغين أيضا هوايته الموسيقية. بعد ذلك وعندما تعرفت عليه أكثر نتيجة عمله في الموسيقى العربية القديمة التي يسميها الموسيقى الفصيحة، ونتيجة نشاطاته الأخرى في مجال الحوار الإسلامي المسيحي، في مجال حقوق الإنسان، وفي مجال التواصل على المستوى اللبناني الوطني والعربي، عرفت تلك الشخصية العذبة واللطيفة والحادة الذكاء التي تتبع هذا الحياتية المتفاني والخاص الذي لا نجده لدى كثير من الناس، لا في لبنان ولا في العالم. نداء أبو مراد كماني النشوة الصوفية، والكمان بين يديه غدا آلة مطوعة ترق وتشف عن أنغام طالعة من القلب والروح. فهو مؤلف موسيقي وعارف في تقليد الموسيقى الفصحى العربية المشرقية، أي الموسيقى العالمة أو الفنية الكلاسيكية. سمعت الأسطوانات القديمة العربية، سمعت كتير على سامي الشوة عازف الكمانجا، على كل تاج مدرسة عبد الحمولي ومحمد عثمان من شيخ يوسف وعبد الحي حلمي بين كبار وشيخ سلامة حجازي وبدايات عبد الوهاب وأم كلثوم وكل هالمدرسة هيدي الكبيرة اللي هي الموسيقى التقليدية الكلاسيكية العربية، وشيخ سيد الصفتي مديش يمكن محمد على القانون، كل هالجماعة هودي سمعتهم شرفتهم، وشوي شوي صرت حسيت اني تعبيت من هالتقليد وعشق للتقليد. وبعد فترة بلشت اقدر ارتجل على الكمانجا تقسيم، واقدر اعطي جمل جديدة بس كلها هي من ضمن التقليد، وبعدين صرت كمان لحن نصوص نصوص شعر اعطيها موسيقيه، ويعني صرت شوي شوي ملحن ومؤلف بهالنهج التقليدي الكلاسيكي العربي. نداء ابو مراد عازف فريد في ملامسته للكمان. بعد ان درس الكمان الاوروبي الكلاسيكي، درس الموسيقى الاوروبيه القديمه وضمها دراسه الكمان الاوروبي في العصر الوسيط في سويسرا وباريس. وتبقى علاقة نداء بكمانه علاقة خاصة حميمة. يلي بقوم بعزفه على آلة الكمانجا هو قبل كل شيء التقاسيم، هو ذروة الموسيقى الكلاسيكية العربية، هي التقاسيم. إن كانت بالصوت البشري بنكون مثل اليلال أو القصيدة أو الموال، أو كانت التقاسيم العزفية. أنا بقوم بالعزفية أكيد بأدي التراث أو القطعة اللي ألفها، كان معزوفة بشرف سماعي تحميد، بس إنه الأداء تبع القطع الموجودة
بيكون دائما في ارتجال. الارتجال بموسيقانا بيقدر ياخذ ثلاث مناحي. المنحى الاول انه في جمله موسيقيه موجوده نرجع من أديها بشكل تاني، يعني إعادة صياغة شوي صغيرة محدودة مثل تزيين أو تصرف بالجملة الموسيقية. الطريقة التانية هي أنه نأخذ هالجملة ونضيف جملة تانية حد منا ونضيف جملة جديدة نرجع نضيف. هالجملة الجديدة بتكون نوعا ما على نسقها بس في اختلاف، هون من إقحام جملة جديدة. في المنحة الثالث اللي هو الأصعب هو أنه نكون جمل جديدة كليا، بس هالجمل الجديدة ما بتكون تكرر شيء مجي على بنهج او بنسق التقليد. عرفت نداء ابو مراد مطلع من القرن الماضي، حيث كان في فرنسا واتى الى لبنان ليتعلق بالحركه الاكاديميه الموسيقيه التي كان يقوم بها هناك. بذلك عرفت في عده مواقع، منها كعازف على اله الكمان، وجدت أنه هو يحاول أن يعيد التراث الموسيقي الذي ظهر في القرن العاشر وبدايات القرن العشرين ممثلا بسامي الشوى وأسلوب العزف. وكان ما يبدو هدفه، ولم يزل هذا الهدف قائم، بأنه محاولة إحياء الموسيقى الآلية العربية وليس فقط الموسيقى الغنائية. ووجدت ب الأعمال التي قام كلها بأنه فعلا هو يحافظ على التراث ويريد أن يستعيد هذا التراث وأن يبقيه في ذاكرة الناس. نداء أبو مراد 13 أسطوانة مضغوطة ومشاركات مهرجانات موسيقية عالمية متعددة، نذكر منها مهرجان الموسيقى التقليدية في بون وميونخ وبرلين عام 1990، الثقافة العربية المعاصرة في جامعة جورج تاون في واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية 1999، معرض البحرين الدولي التاسع للكتاب عام نفسه
الأستاذ مهرجان أندلسيات في معهد العالم العربي في باريس. ومن أبرز أعماله على الكمان نذكر مقامات على الكمان، موسيقى النهضة العربية، سماع من ذكر العاشقين، أناشيد الحب الإلهي، إحياء تراث صفي الدين الأموي، المدونات الموسيقية العائدة إلى القرن الثالث عشر، وأحياء تراث ميخائيل مشاق المدون في القرن التاسع عشر. ونداء أبو مراد العازف هو مؤلف موسيقي وملحن وله رأيه الخاص. أنا يلي بقوم فيني عبلحن على نسق، يعني عبقلي النهضة العربية من عبد الحمود يا محمد عثمان للشيخ يوسف المنيناوي لعبد الشيخ العلم. النص هذا عب جرب اني لحن على طريقته وبلحن قصائد صوفية، يعني تقريبا كل الشعر يلي بلحنه هو بيكون بيرتبط بالإطار الروحاني، لأنه هذا هو النسق الشعري أو الأدبي المعنى، وهو مرتبط بهالموسيقى كمان عضويا، لانه هالموسيقى في عندها طابع روحاني كبير، و يكون في رابط بين هاللحن او هالنغم ونصوص ادبيه، حس انه الرابط هو بيكون مع نصوص كمان روحانيه. نداء ابو مراد موسيقي مثله ذو الشخصية المتفردة، يعني فكرته هي إلى الطبقات الموسيقية العربية القديمة في قراءة جديدة لكتب الموسيقى القديمة، وعن هذا إلى جانب الكمان، بمعنى أن بهذه الطريقة في العزف على الكمان، هذه الطريقة التلقائية المبدعة المنتجة التي تعتمد على الأحاسيس خاصة وعلى تلقائية اللحظة، لكن في الوقت نفسه دراسة عميقة هي التي طورها إلى مذهب هو مذهب الموسيقى الفصيحة أو الموسيقى الفصحى. نداء أبو مراد الكمالي هو باحث وأستاذ جامعي في العلوم الموسيقية، فهنا للإجازة التعليمية في العلوم الموسيقية عام 1998 من جامعة روح القدس في الكاسليك، وفي العام 99 نال دبلوما في الدراسات المعمقة في العلوم الموسيقية، وفي العام 2002 حاز الدكتوراه في العلوم الموسيقية في رسالة موضوعها موسيقي العالم والنهضة في المشرق العربي، مخطط لفقه اللغة اللحنية، وهو اليوم مدير دروس في المعهد العالي للموسيقى في الجامعة الأنطونية، ومدير مركز التقاليد الموسيقية في المشرق العربي وحول البحر المتوسط في المعهد ذاته. أود أن أقف عن الظاهرة عنه طلبته في مؤتمر عقد منذ عامين عند افتتاح فرع الموسيقى في الجامعة الأنطونية، وجدت أنه هذا الإنسان بمعنى أنه أتباع له، فهم يؤمنون بما يقوله، وهو يحاول من خلاله أن يخرج بطريقة في تدريس الموسيقى العربية للأطفال، وهذا ما أعجبني، لأنه في علوم الموسيقى العربية، ولكنه أيضا هيرسو كيف يترك هذه الموسيقى للأطفال لتنمو معه وتكبر. نداء أبو مراد كمعلم، نداء أبو مراد هو باستمرار عم يدرس الموسيقى، كان دراسة ميراثية، يعني انه كل لحظه بجرب اني انا كعازف او كملحن اني ضلني امين التقاليد وتشبع وجدد من جوات التقاليد، بدي
كمان ابحث علميا بالنتاج، وهون شغل كتير كتير كبير بالبحث العلمي بهالاطار. عندنا ورشه هائله عم هيك بشجع كثير طلاب حتى انه يدرسوا ويبحثوا بهالموسيقى القديم، يعني من العصر العباسي وجاي، او بشقة المعاصر الحي. في دراسات بدأت تنعم بهالاطار، دراسات كثير كبيره. فاذا في بحث ميوزيكولوجي في استمرار، وهالبحث الميوزيكولوجي من ناحيه على فاذا المخطوطات او الكتابات العلميه الموسيقيه والنظريه الموسيقيه من ايام الفارابي او صفي الدين القرموي او الكاتب درستهم او وصولا الى مخايل الشاقه القرن التاسع عشر. هالبحث عن تاريخ اللغه الموسيقيه العربيه بمقالات طلبت مني بانسيكلوبيديات اوروبيه ايطاليانيه وعلميه، هالشيء اضاءه على كثير بما فيه كفايه. وعن المهام الاكاديميه لاداء ابو مراد، اعداد وتنظيم المؤتمرات والمهرجانات الموسيقيه، ومن مؤلفة الأكاديمية الإشراف على الإعداد والإصدار لكتاب النهضة العربية خيار التجديد المتأصل، وأيضا الإشراف على كتاب تربية لبنان. شارك في تأليف المجلد الثالث من موسوعة الموسيقى خلال بحث موسيقي علمي، إضافة إلى أبحاث عدة نشرت في موسوعات عالمية. ختام نضم صوتنا إلى قلم ميمنسة ونقول مع نداء أبو مراد لابد من أن نرهف مع وفكين أقوى في إنصاتنا، ليتسنى لنا أن ندرك مسافة الطريق في سعيه المترهب إلى صفاء المقام وأصالة جوهره.